كاب اف ام الكلمة ليك. ايتي ايتي يا مهفة عسلامة يا أمهات ويا أنيسات، أنا أختكم المهفة اللي ديما عندي الدبارة وعندي الحل. اليوم دبارتنا للأنيسات ولا السيدات اللي مسخت حوايجها بالحمير وقد ما نطفت ما لقاتش دبارة باش تنحيه وتير. أنا المهفة أختكم العزيز، أنا ألقالكم حل. يلا تنجم تاخذ بازدي وتحطها على بقعة اللي فيها الحمير وتفركها بالقدا ومن بعد تغسلها، ولا زادة تنجم تفركها بصابون أخضر وتغسلها ومن بعد تحط عليها صابون أخضر وتخليها للشمس ومن بعد تعاود تغسلها. فهمتوا يا البنات؟ عيا يا نساوين نتقابلوا غدوة في دبارة جديدة. كانت معكم أختكم المهفة اللي الكل دبارة تلقى لها حل. انتي انتي يا مهفة. كاب اف ام الكلمة ليك.